البيت السعيد مع الأستاذ حسن شاهين والدكتورة زهرة المعبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في الحلقة رقم 23 من برنامج البيت السعيد. يا رب تسعد بيوتنا وبيوت المسلمين، يا رب تلطف بينا وبكل المسلمين. وضيفتنا الدائمة في هذه الحلقات وفي كل الحلقات الدكتورة الفاضلة الاستشارية زهرة سعد المعبي. دكتورة زهرة، تكلمنا في الحمل وقضية الحمل وكيف إنه الراجل يراعي مرته في موضوع الحمل. أيضا نبغى نقول للبنت برضها لو كانت هي مسكينة مريضة ماشي ربنا يلطف بها، لكن لو كانت قوية ولو كانت ربنا يقدرها أنها تمارس الحياة مو تدلع عليه وتروح رامية نفسها ومستموتة كده وتبهدله وتكره حياته، وتسعة شهور لا في طبخ وتسعة شهور لا في كنس وتسعة شهور ما مسكين هو كأنه عزابي. يعني برضو ميزان يا دكتور، توازن إلا صدق. ميزان يا دكتورة، ميزان يا دكتورة. لا لا، أسوأ الزوجة الصالحة الناجحة اللي تبغى تعيش حياة سعيدة وتسعد نفسها وتسعد زوجها، يعني هي مو هي الحالة، هو ما تسعده هو الحالة، هي تسعد نفسها. أنا بسعادتك أنا بسعد نفسي لأني أيوة، أنا لما أسعد اللي قدامي بسعد أنا نفسي سعيد، لأني أنا اللي أحتاج السعادة. أسعد صديقي فأنا سعيد. أيوة يا أيوة. سلام يا سلام. فأكيد يعني السعادة عدوى. نعم نعم. عدوى يقولوا أيوة. أيوة. فنحن ننبه نقول لها يا أختي الله يسعدك ويوفقك، هيا كده إيه خليكي متعاونة مع الرجال. لا لا، في والله متعاونات يعني من زمان الزمان. أنا وغلابة غلابة الستات. الله والله الله. مرة غلابة والله. أنا لعلمك يا دكتورة زهرة أقول للناس دائما وحتى في أحيان في خطبة الجمعة أقول يا جماعة والله المرأة يعني غلبانة ومسكينة، بس نكسبها بكلمة بهمسة بلمسة والله تتغير أنماط الحياة كلها. أنا دائما أقول لهم أضحكوا عليهم. أقول لها أضحكوا عليهم، قول لها كلمة طيبة، قول لها كلمة طيب خاطرها، دلعها، سمع كلمة حلوة. البنات عادة هو الستات أو صنف النساء يعني يتسولوا الكلمات الحلوة الجميلة، حتى في بعض رجال قساء وبعد وجافين وبخلاء، فتقوم تقول أنا نفسي يقول لي سلامة خاطري، كيف حالك، إيش أخبارك، نفسي طبطب علي، نفسي جيب لي حاجة، ما يسووا ليش يعني. أنت الأجانب برا يا هلا حياتي ما أدري كذا، وتشوف حاجة آخر فخفخ وزوجتك داخل بيتك، وهو يعني لو خرج راح السوبر ماركت وعلى الكاشيرة اللي بتحاسب قدامها يقول لها كلمتين حلوة، مع انه هو بصحى دقيقة ويدفع الفلوس ويمشي، لكن مرته ولا يقول لها ولا كلمة. ما عشان كده احنا بنقول لهم يعني هذه السلوكيات الإيجابية والألفاظ الفنية قولوها وبعدين هي صدقة. تعرف الدكتورة الناس عندنا يمكن يعني بلاش نقول الناس، خلينا أتكلم عن نفسي أنا، احنا ما تعودنا نقول لمرتي أحبك. إيش هذا؟ إيش قلة الحياة دي؟ إيش أحبك؟ سيبك من هذه الكلمة، يكون مسافر شهر ويجي مقبل يسلم على العيلة كلها الصغير والكبير لحد هي ما يسلم عليها. الله أكبر. ليه؟ هي كنبة جالسة. أنا عارفة. كنبة جالسة. ما هي مشاعر وعواطف وحاسيس ومفتقدتك ومستوحشت لك وتبغى جيتك الله وتستناك الله بفارغ الصبر. الله سلم عليها الله. ضمها سلم قدام أولادها وأهلها وأهلك، ما في حاجة. لا معيب لا 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 لا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشرب تشرب السيدة عائشة من الكاسة، يقوم يقول لها فين شربتي، تقوله من هنا، يقوم يشرب من نفس الموضع البصمة اللي هي شربت منها الشفطة اللي هي شفطت. يا اتعلموا، تشوفوا رسول الأمة هذا قدوتكم، اتعلموا الحب، الحب الأسري، حب النساء، تعاطفوا معاهم. نوقف عند الحب الأسري وسلوك النبي صلى الله عليه وسلم ونكمل الحلقة القادمة، لأنه سلوك مرة مهم يا دكتورة زهرة. انتهت الحلقة رقم 23، لاقونا في الحلقة رقم 24 في أمان الله. البيت السعيد مع الأستاذ حسن شاهين والدكتورة زهرة المعبي.